والدنيا دي ابتلاءات بسيطة بعدها بترتاح قدام. قال تعالى في سورة النساء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا، ما بظلم. خليت بيت وانت نفسك دار المعصية، خليتها لله سبحانه وتعالى، دي الله ما بيظلمك، الموقف ده بجازيك عليه، ما بضيع ساي. خليت معصية مهيئة تركتها لله سبحانه وتعالى. ناس بيشربوا في البنك وانت ما شربت، ناس بيسفوا وانت جدعت الكيس، ناس بيسجروا وانت ما بتسجر، ناس في ضياع لوقت وانت محافظ على وقتك بتقرا قران. الموضوع ده ما بيمشي ساي، الموضوع ده فيه اجر عظيم، بس انت اصبر بسيط، شغل الصبر بسيط، تمرق من الجامعة دي بتتزوج تشوف حياتك تاني، والله تاني شفت النساء ديل أو تراه تاني إلا تسبح بس، ما بشي تمشي تتزوج يا أخو، تجي بالليل وبالنهار وتتونس وتسوي الدار تسوي في الحلال، وتفتش يا أخي يقبضوا فيهم يا أخي من شارع فلان وشارع علان وكذا. وقبل فترة واحد هنا، واحد أخونا شهاب قال لي واحد ولد وبيت شارع الغابة ده اللي تلصقوا، هو جزوم ما تلصق، جاءوا شمطة ولا عصب ما بعرفه، بيقوا ما قادرين يقوموا، يدعوا فيهم ملاية ورفعون لإبراهيم مالك، الناس يتفرجوا فيهم في البوكس بتاع الشرطة، زول ما بخاف الله يا أخ، ودي بلاوي. ده غير القبر طبعا، الناس دي هنا ما أخذ راحتها، قالوا بنتوب قدام والزول يعيش حياته، وهناي في حاجة يسمى في القبر يسمى عذاب القبر، إلا تبقى زي ديلك اصبر لي ديلك بنجمهم كلهم نسي بعد شوية، وأنا مستعجل لكن كلهم بديهم لك كم صوت كذي وببقى مارق إن شاء الله، وأنا أوجر إن شاء الله إذا أخلصت لله تعالى، أنت تؤجر على الاستماع بإنصات. والله موضوع طويل جدا. قال لك في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من رواية سمرة ابن جندب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ في ليلة الإسراء والمعراج، وقبل ليلة الإسراء والمعراج أو بعدها، ذكر سمرة بن جندب رضي الله عنه في ليلة الإسراء والمعراج رأى أشياء، منها ما جاء في سنن أبي داود قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: يا جبريل. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تكلموا في الناس بالظلم ما بالإنصاف والعدل وللحاجة. بعدين في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى رجالا ونساء وأشياخا على مثل التنور فرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع. وده حديث صحيح في البخاري، ناس بيتعذبوا بعد الموت وتحتهم نار، فإذا أضرمت ضوضوا، قال النووي ضوضوا يعني صاحوا، فترتفع بهم النار حتى يكاد الواحد منهم يخرج يعني من هذا التنور ثم يعود، يعذبون. فلما سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الملكين قالا له: هؤلاء الزناة والزواني يعذبون، أي في القبور. لذة بتاع دقيقة ولا دقيقتين وكلها كذب وكلها كذا، والإنسان يندم يوم القيامة ويندم في القبر ويندم في الموت. فجماعة الزول يكون تقي في الدنيا دي، أصبر على الله قاسم لك، ده بيصلك وبتصله، تمشي تدق الباب بعد تتخرج، ولا كان قبل التخريج في ناس مسخنين واحد بعرفه من سنة أولى ولا ثانية اتزوج، أمشي دق الباب السلام عليكم وأنا داير البدي، خلاص جيبها لك جيبهم، عقدوا لك الله سوقه شوف لك ثاني محل، أمورك واضحة ثاني في شو تقعد تكذب علي يا أخي، وأنا ما قادر أنوم بالليل، إيه صداع أنت ما قادر تنوم ليه؟ سوت لك صداع في راسك ده، والله الذي لا إله غيره مو بعرف، واسمع في الغنية بيبكوا، والله انا بستغرب في الناس دي، البيت جنبه، البيت هذه جنبه، قاعدين في النجيله سوا، زعمطوا فيها، النجيله دي بعدين بتشهد لك، تشهد عليك،
وأخرجت الأرض أثقالها. بعدين قاعد هي جنبه والسماعة، واحد في أذانه واحد في أذان البيت، ومشغلين لهيب الشوق. أوك لهيب الشوق ده يعني شنو؟ يعني في شوق، صح ولا ما صح؟ هي جنبه مشتاق لها، كيف؟ أنا داير أفهم. الزول بيشتاق للزول اللي هو في بلد وهي شنو؟ وفي بلد ده مشتاق لك، عشان تعرف الأوهام. الناس ده بيريدوا الحزن، والعيون لما تبقى حزينة ومحمرة ولا والدموع بيريدوا حاجات زي دي. شكله لما ده يقول له أوك وجواي نغم، يقعد يفكر فيها. أنا قعدت أفكر فيها، نغم دي في سلكة جوا ولا في نغم ياتو يعني؟ بعد شوية يبكي وتبقى بلاوي وطوام في نهاية الأمر. ولو جوي سواه في هنا ما بيرضى، ما بيرضى. فلذلك يا جماعة إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والتقوى معناه أعظم من كذي وأشمل. لكن احنا قصدنا الجانب ده يعني لأهميته بالنسبة لبعض الجالسين أو لكثير من الجالسين. الوقفة الثانية والأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ودي تكلمنا فيها. سمع والطاعة تكلمنا في المحل ده، تكلمنا فيها. الوقفة الدائرة كيف معاه باقي الحديث؟ قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. صحابة ديل كان دين واحد، دين الإسلام، كتاب وسنة، وفهم الصحابة للعقيدة واحد. ابن تيمية قال في الجزء السادس من الفتاوى، قال قرأت أكثر من 100 تفسير ما وجدت صحابيين اختلفا في مسألة في العقيدة، ما في. أكثر من 100 تفسير قال ما لقيت صحابي اختلف مع الثاني في العقيدة. واحد قال لي نادي الله، والثاني بجوز ننادي الله ومعاه الشيخ، والثاني قال لي لا ما بجوز ننادي الشيخ. ما اختلفوا في مسألة زي دي، ولا اختلفوا في إنه الرحمن على العرش استوى، دي ما اختلفوا فيها، عقيدة واحدة. أفهم المسألة. لكن الليلة بعد عهد الصحابة ومن سار على نهجهم من التابعين وأتباع التابعين قرون المفضلة، ونحن ما زلنا نرى الاختلاف، بل خاطب الصحابة قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال الصحابة اللي بيعيش منكم بيشوف اختلاف. وفعلا لما جو التابعون بعض التابعين خالف الصحابة في بعض المسائل، كمسألة القدر، كمسألة القدر. المهم ده موضوع طويل، لكن السؤال الآن في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف. السؤال الثاني، في الاختلاف نعمل شنو؟ ما حصل اختلاف، هسي لو في طالبين اختلفوا في مسألة في الطب، توالي يا رجعوا للمراجع المعروفة، يا أصبحوا الصباح مشوا لدكتور سألوه قال يا دكتور أنا قلت كذا وده قال كذا، والصح شنو؟ لأنه ده مجالنا الطب. اختلفوا في الهندسة بيمشوا لمهندس، اختلفوا في الخشب ولا غيره بيمشوا لنجار، اختلفوا في الحديد بيمشوا لحداد، في ركشة بيمشوا لميكانيكي، في عربية بيمشوا لميكانيكي. في الدين ده لما نحصل اختلاف زي اختلافنا الليلة ده نعمل شنو؟ قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. خليك حريص. قال وعضوا عليها بشنو؟ بالرباعية القدام؟ لا، بالنواجذ. تمسك مسك قوي. والله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك، هدى للمتقين. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. كن ماسك قوي وما عندك شك،
قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون الكتاب والسنة بفهم الصحابة. وين جبنا فهم الصحابة دي؟ جبناه من وين؟ أقول لك إنت أصله بس تقول لنا فهم الصحابة يا مسلم. ديل ما الدين نزل عليهم، ديل تدرسهم منه الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل الصحابة ديل بيكونوا قاعدين، تخيل قاعدين، جبريل بيجي داخل زي ما في صحيح مسلم في صورة رجل، ويجلس قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله 5 أسئلة: أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، أماراتها، عن أماراتها. 5 أسئلة جبريل وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يجاوبها، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الصحابة ويجاوبهم بعد يسألون: أتدرون من المفلس؟ يجاوبوا، يقوم يجاوبون جواب يفهمون به المقصود. واحد منهم افعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه، يجي الناس راجعين، يجي مستعجل ويدخل ويركع في مكانه قدام، ويجي لحد ماشي لحد يصل الصف، النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه: ولزادك الله حرصا لا تعد أو لا تعد، إلى آخره، على اختلاف الروايات. والصحابي تنزل الآية عديل في أمره وفي شأنه، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نحسب أن هذه الآية نزلت في أنس ابن النضر. أنس ابن مالك يقول: كنا نحسب أن هذه الآية نزلت في عمي أنس ابن النضر، وهي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. ناس زي ديل، معقول أنا من القرن 15 بفهم الدين أكثر منهم؟ ودرسنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا يفهم الموضوع، درسنا النبي صلى الله عليه وسلم. شكي الله قال لك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كان نازي آمن زي إيمان الصحابة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده الدرب يا جماعة، تفهم العقيدة الصحيحة، تفهم المنهج السليم وفق ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به. شكيل منزول يقول لك: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة فهموا النص ده كذا، وفهموا النص ده كذا وكذا، انت خلاص الموضوع انتهى. انت بعد ده طبق الدين ده، اكتمل بدري. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمشي تباري لي ديل زول يا جماعة يجي من غرية ولا من مدينة، ما عيب، كلنا جايين من المدن والقرى، يجي زول عقيدته عقيدة القرآن وعقيدته عقيدة السنة، يجي يخش الجامعة يشوف له بيت متبرجة وعاملة أحمر شفايف، والتاني شعره كثير ومشغل ذاك، والله نحن مع الطيور، أوك دار يبقى مع الطيور هو، وزول بينبزوه بقول له انت طيرة، وديل ماشيين مع الطيور يا دوب. بعد شوية يخش له في جماعة: وين ماشي وين؟ والله أنا مع ناس كذا وكذا. ديل مالهم؟ بيقولوا الله ماف. دليل شنو الله ماف؟ قالوا ما شفنا الله، لقيته لينين لقيته، والله ما لقيناه، سمعنا بس هاي وهذا كتابه. طيب ده مكتاب الله، انتوا لينين ما شفتوه، الله ما شفتوه، اكفروا بهن الاثنين، رايك شنو؟ وان كان ده ما بصح اكفروا بهن الاثنين، الهوى ده شنو؟ زي السقالين جايين في الطريق، جايين في الطريق، واحد من الاخوان ذكر موقف زول، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل يشرب واقف. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، يعني يشرب قاعد. تقول للحديث، يقول لك
متحجرين ساي عم نشرب واقفين ماشيين جاكين بنشرب. بعد يومين ثلاثة تلقى يشرب قاعد مالك جاري. والله يقول لك والله غايته في دكتور فرنسي قال الشربة قاعد دي المجرى بكون عامل كيف وعشان كذي. يعني انت شغلتك مجرى بس؟ والله الذي لا إله غيره. يعني شوف أي شيء صدقوه إلا الدين ده. عشان تعرف الشغلة شغل شيطان شغل بتاع هوى وإلى آخره. يا أخي الله سبحانه وتعالى إثبات وجودي أصلا ما بيحتاج لكلام كثير لأنه ده كلام في الفطرة والحس وكلام بالنصوص والعقل والنظر إلى آخره. دي ما دارين نقيف معاه كثير. ديل خليهم ديل تراه ناس معروفين في نهاية المطاف غلبتنا الشغلة وماشوا برا وبطريقة ونحن بنحذر منه ونلمينا فيهم بنناقشهم بعلم. دي مسألة. المشكلة ناسك هنا اللي بيقولوا نحن كتاب وسنة أبدأهم من الشيعة وديل وإن كان برا الشغلة برضو ديل بيقول القرآن محرف وبنادوا الحسين يا حسين الرافضة وبيلعنوا الصحابة كعمر رضي الله عنه وأبي بكر ويضعنون في عائشة. ديل برضو تراوين في بلدنا دي أمرهم مندثر. ديل مشوا تعال البعدون جماعة الإخوان المسلمين ناس كلك حلو. ديل تراو تمشي نحن جماعة سنية وحقيقة صوفية وشركة اقتصادية وهيئة رياضية. هسي ده شنو؟ ده دين؟ وتقرأ الكتب ترى العجب العجاب. سيد قطب يقع في موسى عليه السلام كما في كتاب التصوير الفني في القرآن. يقع في عثمان رضي الله عنه في خالد ابن الوليد كما في العدالة الاجتماعية وفي غيرها من الكتب. بلاوي عقائد منحرفة وضلال أصله أمر واضح مصيغة. تجيوني التزول دين دخلوك حلقات تاع الجمعية وهنا وكلام زي ده. زول جهاد بيجيبوا لك حاجات برضو شغلتهم ليك. زول لخبطة برضو بيجيبوا لك استقبال الطلاب الجدد حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين. ما شفتها؟ استعدوك من بدري يا زول. دي ده طريق منحرف جماعة الإخوان المسلمين والكلام فيهم يطول ونحن عندنا وقفات معهم طويلة جدا. ومن الماخذ عليهم عدم اهتمامهم بالتوحيد بل معاداة دعاة التوحيد. معاداة دعاة التوحيد ووصف دعاة التوحيد بعدم الحكمة مع انه لقمان الحكيم بدا وصيته يا بني لا تشرك بالله. ده الحكيم ذاته. ان الشرك لظلم عظيم. دي مسألة بجنب جماعة الاخوان المسلمين وجماعة منحرفة وناس الجامعات الحمد لله كثير منهم بل يكاد اكثر يؤمن بضلال جماعة الاخوان المسلمين. حسن البنا وسيد قطب وسيد حوى ولا حوي ومين 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 والجماعة ديل. تعال ماشي انا دا ركز على اثنين لكن قبل ما اجيهم في واحدين برضو دارين هبشات. في جماعة تانية ديل يشبكوك التاريخ لابسين لهم طاقية عاملة زي السرور المقلوب وجلابية جيب ورا وجيب قدام وشغالين. ديل ناس صادق المهدي حزب الأمة ولكن احنا المهدي المنتظر جدا والى اخره. والمهدي المنتظر اسمه محمد ابن عبد الله ده ابسط شيء. وزولك ده اسمه محمد احمد دي حلوها كيف. والمهدي المنتظر من علامات الساعه الكبرى ده خلاص جاء القيامه دي قربت تب جات. وزولك ده سمات ولا المسيح نزل عليه السلام ولا كذا ولا اما المسلمين كلهم في السودان وما تم السودان ذاته مات. دي حلوها كيف اصلا. أما جوديل تعال لخبة سايخ كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية وخلاص هذا تاريخ وانت موضوع خلاص. في شنو لو ما نحن انكرنا لك قلنا لك ما حررت الجهاد ديك حررتها شكرا لك لكن ما تلخبط في الدين. ديل بي جنبه لما زول داري راجع آيات الميراث قال للذكر مثل حظ الأنثيين داري راجع للصادق المهدي هذا راجع هذا ارتدي كم الراجع والمرأة دارت تديها كم يا ناس. والمرأة شالت 300 والراجل 600. المرأة دي بتاخد 300 في جيبها في مرة بتجيب الخدار
الستمية دي ما الراجل ده مش بيمشي يجيب الخضار هو ويجيب الحاجات ده ما بي بعد شوية بيقول ساو بعد شوية وذاته قروش ومشت الله يتقبل ساي وبلاوي ساي هذول الليل بتاع اللخبطة يا أخي. طب تراجع كلام الله سبحانه وتعالى الخلق الكون بتراجعه وهو ذاته يجهل الميراث. الميراث ده مرات نصيب المرأة بكون أعلى من نصيب الرجل في بعض الأنصبة. انت قال النصيب بس ولد وبيت في الجدة وفي الأم وفي 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 مرات المرأة بكون نصيبة أعلى من نصيب الرجل دي أهب تراجع برضو. نحن نؤمن به كله افتدينا الله ذا نؤمن به كله كده شايفين ده أحسن دين في الدنيا والآخرة. دي مسألة دي ديل بيجنبة ديل تاين الصادق المعادي ديل دراويش المعاه الناس معينين وكذا دي انتهت برضو. في جماعة اسمها السرورية دلنا عبد الحي يوسف وعلى الدين الزاكي ومحمد الأمين إسماعيل وبيجاي مدثر أحمد إسماعيل مجموعة كريمة همرام ماهر دي السرورية تكفيرين وإن لم ينتسبوا إلى هذه الجماعة منهج واحد في مسائل التكفير عندهم من الخلط ومخالفة المنهج القويم ما عندهم تكفير وخروج إلى آخره كلام في الحكام على المنابر على درجات منهم وكلهم على ضلال. ومحمد علي الجزولي ده جابوه في التلفزيون قال والله أنا بختلف مع ناس مزمل ديل لأنه أنا بحارب الجماعات العلمانية هم بحاربوا الجماعات الإسلامية كالصوفية والجماعات دي وكذا إلى آخر. شوف باركوه ده انت بتقول الناس تحكم الشريعه الصوفيه محكمين الشريعه في نفسهم. انا بجيك لون الصوفيه بعد شويه عشان تعرف الجماعات دي كلها بتاعت لخبطه ده الحي ده يرى العمليات التفجيريه دي عديل كده. هسي نحن نبين التوحيد ونبين الحق ينبذونا ده يرى العمليات التفجيريه عديل تلبس حزام ناسف وتنط في القوم تكتلون والموضوع تقتل نفسك والموضوع انتهى. بيرى الكلام ده يقول لك لا يا اخي ده ما اخليه خلي خلاص امشي البس لك حزام نازف خلينا دارين شغل عملي. ديل بجنب سروريه وضلالهم فيهم ما فيهم والكلام فيهم برضو يطول. انا جايك لاثنين واحد الصوفيه اثنين انصار السنه اسمع الكلام ده ركز فيه كويس الاثنين ديل وفي نهايه المطاف نحن دارين نقع على الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تبقى حر جيت هنا تعلمت جامعة وبتقرأ يا أخي جامعة الخرطوم دي تمشي الناس عندها أقول لك جامعة الخرطوم ودرس جامعة الخرطوم إلى آخره يمشوا بيسمعوا كلامك. بلغنا الدين مش تجيت حر تخش لك في حزب ولا طائفة وتمشي بالمرض زي نحن السودانيين اللي بيمرض بيودون الأردن انصار السنة بيمشوا يجيبوا لنا المرض من الأردن يجيبوا لنا هنا دي يجيبوا لنا الحلبي ده ما مرض الناس بيمشوا يتعالجوا في الأردن ده بيجيبوا المرض في البلد من الأردن ذاته بيجيبوا لنا ده خليهم اصبر لي شيء انا بوريك حال انت بطريقتك المتعاطف ويقول لك لا لا والى اخره ومع نسمات الصباح بارغ انا اذاعتهم دي نسمات الصباح وبسكويت الملاح انا مالي ومالك في نهاية بتاع لخبة زاي كذا انا بوريك لهم. أول شيء الصوفية ودد العضال في هذه البلاد المتصوفة عباد البشر الذين أبت نفوسهم أن يحققوا توحيد الله تعالى بل والذي رفع السماء الصوفية يبغضون التوحيد ويبغضون دعاة التوحيد وهم من أعداء الله تعالى ولا نشك في هذا ذو العدل الله عديل باسم الدين عدو لله تعالى. كيف الكلام ده؟ الله قال في القرآن لله ملك السماوات والأرض واضحة ولا ما واضحة؟ الختمية قالوا شيخ قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا أيوب لما دعانا أيوب عليه السلام قالوا دعا الصوفية
أيوب بعرف الصوفية عليه السلام ولا أيوب دعا منه يا جماعة؟ وأيوب إذ نادى ربه، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. ده الختمية بجنب، قالوا الكون ده فوق وتحت، الكون أعلاه وأسفله في طي قبضتنا، جو القادرية جو طائرين. ده لك قالوا في كتاب الفيوضات الربانية في الماثر والأوراد القادرية تأليف إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، قال صفحة 63 ل 65 ملكت بلاد الله، تكلم عن شيخه، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، ذاك مسك فوق وتحت وده مسك شرق وغرب، كذا حلوه انتوا يا جماعه حلوه. ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وان شئت افنيت الانام بلحظتي، وقالوا فانت القطب قلت مشاهدا، واتلو كتاب الله في كل لحظتي، وناظر ما في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود بمقلتي، فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة، مريدي تمسك به. الصوفية ديل دارين انك تمسك وين؟ مريدي تمسك به وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، لحد ما قال مشى قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. تلقاني قدام هناك في الميزان في شيخ بنتظر له مريد في القيامة ولا الشغلة دي هناك فيها جري؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، مش مريده، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وبيجر من ديل يقف للمريد أبي بريك، يقف لك انت بريك كده ويخلي أمه وأبوه. ده بيفهم كيف الصوفي؟ بيفهم كيف الصوفي؟ ما بيفهم. وأنا بستغرب صوفي بيقرأ جامعة الخرطوم، والله ما في صوفي بيفهم، يمكن يفهم له معادلة بتاعت مغناطيس بيكون لأنه عقله فيه موجب والمغناطيس فيه سالب بيكون يتلاصق وسوى، لكن دين ما بيفهم الصوفي. دار تعرف الصوفي بيفهم دين ولا ما بيفهم؟ قام يشزع الصوفي يقول له السلام عليكم انت من بني صوفان؟ يقول لك يا هو ذاته. يقول له الله كم؟ يقول لك واحد. في الشدائد بتنادي كم؟ والله الله والشيخ. والله كم؟ واحد. طيب دي حلوها كيف؟ الله واحد معناها في الشدائد برضو تنادي كم؟ واحد. طيب الشيخ بتنادي ليه؟ الرزق منو يا صوفي؟ والله الرزق ده ما عند الله. طيب حجابك ده شنو؟ ده حجاب شنو؟ أظنك أنت وهابي، بس ده فهم لما يتعصر تب ولك أظنك وهابي بتكفل معاه وخلاص. بس واحد في السلمة لابس بنطلون جاري والمهم شايل الشغلة، المهم رايت الزول مشى قال لي براحك علي في السلمة، قال لي جيتم درمان عندي مناد عمتي مشيت لهم، قالوا عندهم حولية البنات ذاته مشوا الحولية، قال حولية العصر شغالة تل تل تل، طبعا النوبة دي ذات الدين الله، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم شنو؟ بذكر الله تطمئن، مش نفسك قايم وهايج ولاف في ذكراع واحد وناط فوق واحدين شغالين في الواطة يتململوا، تقول عندهم بهق ولا حاجة ولا هيم ما بعرف، واحدين عاملين كيف، واحدين بيتحاضنوا، كله في النت موجود، كله في النت كله موجود، واحدين بتاع بساطين واحدين ايه مصايب تقيلة جدا. قال ما جينا الحولية شغالة، قال البنات برا مع النوبة، قال لقيت القبة خشيت لقيت واحد لابس سروال وعراقي ومادي كرعيو خدت له كورة، والجماعة بيرموا له قروش، في ميت دار له قروش؟ الميت ده مشى وين؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون، مشى ده خلاص القبر أول منازل الآخرة، والآخرة دي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جاد علف القروش قلت له اسمع الزول لا ومفتح خلاص، قال لي قلت لبعراقي اسمع قل له نوقف النوبة دي، قال لي ايه وقفوها؟ قال يا اخ بتزعجوا الزول، لا الشيخ الميت ده بتزعجوا يا اخ تل تل تل، الزول بتزعجوا
قال له ده ما بيسمع يا اخ ده مات. بس قال لك بطل. وكنت ما بيسمع النساوين بينادنوا ليه؟ يا الزول ده بيسمع وقفوا الشغله دي ما تزعجوا. يا ما بيسمع النساوين ما ينادوا ما يقولوا يا فلان الحقنا ويا فلان شنو؟ افزعنا. قال له داري يقول له وهابي لقى الشغله ما في. وهابي لقى البنطلون طويل. المهم في النهايه طردوا بقى مارق. قلت له والله انت فيك خير والله. ما كان تمام لكن البوضي ده سمكره بسيطه وامورك بتوضح. والله ما زول موحد زول موحد يا اخي. الصوف يا اخي يعلمك تنادي شيخ والله الذي لا اله غيره. قال لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا عليك الله. اسال اي زول صوفي يقول لي حصل يوم شيخك؟ قال لك ما تلبس حجاب ما تسيف التراب ما تنادي الشيخ نادي الله خلي عقيدتك في الله تمام. اسال اي صوفي قول له حصل شيخك قال لك كذي يا اخي قول له كيف؟ وقال لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه وكن يا مريد حد ما قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا اكن حاضر الميزان يوم الوقيعه انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح زول صوفي مع في أمة محمد يكون مع نوح عليه السلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. معقولة ده عرف كيف وكان معاه وعديل؟ قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. فتوى طلعت أنا هنا فتوى طلعتها بعدين الكبشين نزل يا زولة. أنا كنت مع يعقوب قال وكنت مع يعقوب في غشو عينه. وش بيقول لك الجماعة ذي اللي بينبزوا وينو نبزنا؟ قلنا الزول ده قال كذي والله سبحانه وتعالى قال كذي لكن هو شوف النبز بتاعه. قال وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. هسي ده زول محترم تتفع يا النبي. وما برئت عيناه إلا بتفلتي. وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا قبليه. قال وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأسكنته وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري. أنا الشاكر المشكور الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. أنا العاشق المعشوق في كل مضمر. أنا السامع المسموع في كل نعمتي. أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي. أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وما قلت هذا القول فخرا بعد ده. الزول ده شوف جوابك كيف بعد ده. قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. ما عرفتوها حقيقته مش واضحة. ونجر نجر قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. خطوة في بلد وخطوة في مكة. ده كان يتوكل وداك شلوت بتقوم تاني. خطوة في بلده وخطوة في مكة. تضحك عليهم يقول لك هو انت بتضحك مالك هاي انت عم تضحك راسك ده فيه صامولة. زول بيقول لك خطوة في بلده وخطوة في مكة. انت لسه بصرتك كان مضحك طوالي شوف تجاه المعي بجاي اركب تحت الحاجوز دي بتوديك طوالي امورك واضحه بعدين ولك زلزل ولا حاجه. وقال لي خطوه في بلده خطوه في مكه دي خطوه واحده يعني ده جاو حرامي في داعي يديها خطوه ولا ده هبشه ساي بس كان فكك راعه ساي طقطقه بجيب الحرامي. يا ناس هم بتلعب بالدين. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة ولا جامع
إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. الزول ده ما كاتم مرة واحدة مش أمور واضحة، مرة واحدة ديل قادرية ديلك بغادي الختمية سمانية، ديل كمان جابوها كبيرة مرة واحدة، إنهم كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية عشان ما تبقى زول صوفي. انت على الأقل تقرأ جامعة الخرطوم، واحد يقرأ جامعة أم درمان، وبعد الجامعة يتخرج دكتور وصوفي، هسي دي حلوها كيف؟ هو الدكتور ذاته الصوفي بيدعب بيجي ويعالجه، الدكتور يحس بدل يمشي الكتب القرادي وشوف الحاصل شنو أجهزة يمشي للصوفي. والله أنا استغرب زول الكبلة رقش يا أخي يمشي للشيخ في المسيد، أبويا الشيخ أنا جيته عيان حاسي شوية، والله الليلة الشيخ ماف مشى، وين الشيخ؟ والله الشيخ ذاته حاسي مشى المستشفى، مش الزول اللي مفروض ركشته دي يوقفها طوال يبقى مارق المستشفى؟ مش مفروض لو عاقل تلقى قاعد منتظر الشيخ، والشيخ مشى المستشفى انت قاعد منتظر هنا؟ والله يقول لك الزول اللي عندهم حاية سريعة جدا، وطيب وما شريب ليه؟ عاجبه الحقنة يعني؟ لا الشيخ ده عاجبه الحقنة يمشي يدو حقنة، رقد الشيخ هاي باردة ما تخاف إن شاء الله، وهي يدو حاية والله الذي لا إله غيره، وياخذ الجيل ده ودوه كندا ولا استراليا ولا تايلاند ولا شنو، ودوه بلد وجايبينها في اليوتيوب استقبال الشيخ من رحلة مرضية، ما شاء له بلد بتاعت هنا يجا والمريد يمشي عيان يدو المهيوبة ديك حامضة يدوها له وقال دي فيها بركة، قال ولو فيها بركة باقي لك ده بسافر البرعيمات وين؟ تقال البرعيمات في المسجد، برعيمات في المستشفى، في ساهرون، لو الشغلة دي ما بتغنعنا النازل، زول شيخ يموت في المستشفى لسه يخلوا المستشفى يمشوا للمسجد، هذا في جهال أكثر من كذي، برعي ذاته مات في المستشفى ذاته بدربات وبأمور واضحة عليهم ربه الدو دربات ولا حاجة تانية ولا قش ولا ردة، المهم لحد ما مات غايته. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، صوفية دل والله عليه ضلال، ومسكوك بالخلق، دعوة الإسلام دي استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله، دل الإسلام ذاته تمش أمريكا ولا تمش دولة بتاعت كفر، لو دار يدعون عليك الله الإسلام أقول لهم شنو؟ ناس كفار لو بيعبدوا أصنام، أو دار يدعون للإسلام دلك تراهو ذلك نصارى بيعبدوا عيسى عليه السلام ويدوا حق الله سبحانه وتعالى وما راضي عيسى عليه السلام، انت تكفرون يقول لك نصارى ذا الكفار، يا ذول ليه كفار؟ كلامه صح كفار ليه؟ يقول لك الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا كفروا بشنو؟ الله يخلوا الإسلام وغايته غلوا في عيسى عليه السلام. طيب الغلا في المكاشف كيف؟ والغلا في عيسى عليه السلام بر الشبكة، الغلا في المكاشف كيف؟ وكباشي وصايم ديمة وركيني والتوم واتبانقة وما بعرف، وداك بتاع البرميل زي الشطرنج داك البدوي والمرين وبلاوي ذات البلد دي حيرونا ذاته، هو قاعدين هسي كلهم مرميين كثير منهم والبنزين بالصف، لا دار تحلوا الكربة 200 انتوا، شيخ ذاته تلقى قاعد في البنزين في 10 عربات ولا لسه، وطيب انت ما تحل الكربة دي انت برضو منتظر البنزين برضو، يقول لك إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، إن جاءت مصيبة نادي إسماعيل، وإسماعيل قبته وقعت فيه الرب جابوها السنة الفاتت في الجريدة، قبته ذات عملت كذي وبركت فيه كتر خير القبة ما قصرت معانا، والحوار قبل سنتين جابوه في جريدة الدار ولا ثلاثة قريتها بعيني، قال واحد اسمه رضا هايج قال ابو زيد هناك واعتدوا على القبه بتاعت ابو زيد وشنو شنو، قام مناسبه الكلام قال احنا هم نسكت بعد ده، قبل كده اعتدوا على الحوار بتاع اسماعيل ضبحوه، قالوا له اعتدوا ديل منو؟ انت بتشك في منو؟ قال ان كان لابد، شوف ما اكد المعلومه
لكن جرى غايته. قال إن كان لابد فبتهم داعش. انت الحمد لله مرقنا برا غايته لصق في داعش. داعش دي كان جات بحفروا لك صغير كذي ونضالين، لكن ده بيشيلوها شت بيبقوا مارقين، ونحن بنردمهم بعد يردموها كتر خيرهم على ردمته وعلى ضلال برضو غلط، مفروض يردمها الحاكم. لكن في نهاية الأمر كلها بلبلة يا جماعة، كلها لخبطة والله الذي لا إله غيره. أسأل التجاني أقول لهم المسلمين المسلمون قبل يلدوا أحمد التجاني كانوا على ضلال ولا على حق؟ كانوا على ضلال ولا على حق؟ لو كانوا على ضلال إلا بعد يا أحمد التجاني يبقى الصحابة رأيك فيهم شنو؟ الأئمة الأربعة طرقهم شنو؟ كانوا قادرية؟ لا. الصحابة كانوا تجانية؟ لا. كانوا سمانية؟ يا أخي بتاع النصرة العلمية ده مناسبة الكلام، بتاع النصرة العلمية ده سمانية، ده قال وكذبوا بنجر ونجر. قال قال الشيخ عبد القادر الملائكة عندهم شيوخ. شوف شوف النجرة دي كيف. قال الملائكة عندهم شيوخ، والجن عندهم شيوخ، والإنس عندهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. أنت فاهم كلامه؟ نعيده لك ثاني. قال الملائكة عندهم شيوخ، ركز في كلامه كويس، والجن عندهم شيوخ، والله في كتاب النصرة العلمية بتاع عبد المحمود نور الدائم سمانية، والجن عندهم شيوخ، والإنس عندهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. يعني شيخ شنو؟ الملائكة والجن والإنس. أيوة يعني جبريل. الله قال في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى جبريل، علم النبي صلى الله عليه وسلم ده شيخ منو؟ عبد القادر ده كلام مقبول؟ ده بيقبل زول مسلم عاقل؟ قال باب تطور الشيوخ. قال أحيانا تدخل على الشيخ فتجده شابا، وأحيانا تدخل عليه فتجده شيخا يعني كبر، وأحيانا تدخل عليه فتجده حنشا. أنا ما أعرف حنش دي شنو، كان بتعرفوه ورونا. لا أنا متخيلة زي الشبشة غايته ما أعرف. الشيخ بيتطور يعني، تخش ممكن تلقته مساح، تاني بعد شوية تخش تلقاه كذا. والتماسيح لا تبكون الصوفية. شفت عالم التصوف ده؟ عالم بتاع مسلسل والمخرج بتاعه شارب بنجو ما فاهم اي شيء والله الذي لا اله غيره الا حاجه زي دي. وده ابليس ذاته، لانه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما موضوع طويل، انا بديك امثله عشان تعرف كلامي ده ما استهتار ساي. قال على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. كتاب اسمه كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. الطبقات الكبرى ده قال فيه واحد شيخ اسمه محمد الفرغلي، قال من كراماته، كرامات الفرغلي ده مدح البرعي بتاع الطبقات ده، اسمه شيخ اسمه عبد الوهاب الشعراني. قال سيدي الشعراني الناشر لعلم الله، شعراني صاحب الكتاب مدح البرعي. الكتاب ده فيه شيخ قال اسمه محمد الفرغلي، من الكرامات الذكروها قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب، فجاء إلى الشيخ وهو يبكي قال له يا شيخ التمساح خطف ابنتي بتمشة البحر عليه مربى، لكن في تمساح لما فيها خطفها، تمساح خطف البنت. مركزين في الموضوع ده؟ الموضوع ده خطير. تمساح جد خطف البنت، وتخيل التمساح أكل البنت دي، باقي لك بيلقوا فيها شيء تاني؟ أكل التمساح جياها. تمساح ده لما نقبض كذي شوفها بتاعت البرية دي، خش اليوتيوب شوفها، ده قريب 2 طن تقلو كذي لما يقبض كذي. أسد بيجهجه تجي تاخبط يأكل التمساح، تجي تطرش لها أكلها. قال التمساح خطفها. قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي قال له التمساح خطف ابنتي، فقال له اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. فذهب إلى البحر. طبعا قال لا مش والله، قبل أيام أنا ود النار ده بنجرب في جبنة في الشارع ماشيين، مهمة في مرة كبيرة للأمانة العلمية كبيرة ما صغيرة، المهم
مرق بيها قلنا لا جيبي جبنه شاي شاي لبن يا ولد شاي لبن المغرب يا واحد بتاع ركشه بس شافنا زايد كيف قعد قعد قال والله يا ما انا كنت صوفي دار لي بيت والشيخ ده دق فيني مقلب لما خليت الصوفيه شت قال لي جيب لي صوف بتاع دحش جديد ما تم شهر قال لي لقيت لي دحش ما تم شهر بقيت ساكي فيه والله تعبني تعب قال لي الدحش ده عليك الله شو قال لي جبت الصوف وتاني قال لي جيب شنو قال لي كم حاجه جيبن قال جبتين قال لديت للشيخ قال لي بس خلاص امش البيت دي بس صافحه كده تاني ما بتدور غيرك قال مشيت انتظرت اهي في المدرسه تعال تعليم ربا المهم بيت يا دوب المهم قال انا متعلق بها قال البنات ديل انتظرتين المدرسه نفر نفر ما جات مارقه تراها غابت اليوم ده هي بحضروا فيها الوقت ذاك يا عروس اليوم الثاني قال جيت منتظره دار صافحه بس قال ما جات قال انا منتظر اتصل بي صاحبي سلام عليكم وعليكم السلام وين هذول قال لي والله قال لي منتظر فلانه دي والله الفكيد ده شغل قال لي والله بعد الدحش ده شكله البيت دي ثاني ما بتمي قال هذول تعال احضر عقيده والله الليله عقيده قال لي قال مشيت فعلا لقيت البيت عقدوا عليها قال لي عقدوا على كذا انا قبلت من الصوفيه كذا اخذ دحش بعد الدحش ده ما لما في البيت بعد الدحش والله تباريهن يقول لك دحش جيب صوف ومش جيب لك سيوسي وزعلان انا اعرفه زعلان كيف انا السيوسي ده اعرفه كيف وجيب لك ديك اسود وجيب هنا بلاوي ثقيله جدا والله وما تزعلوا الصوفي القاعد صوفي ده نحن دار لك الخير نحن بنضحك ما قادرين نملك نفسنا لانه كلام ما في عقل بيقبله انا ما دار اضحك اصلا من قبل جيت الله يتقبل دار حسنات لكن ما قادر املك نفسي ذات كلام ما مقبول قال مشى البحر فنادى باعلى صوتي يا تمساح تعال كلم الفرغل قال فخرج التمساح كالمركب التمساح ذاته بعرف الفرغل كيف كان ما بيناتهم صحبه ودفعه سوا كان ما هو ذاته زي التمساح بعرفه كيف هو ذاته قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جاريه فتفت قال فجاء الى بيت الشيخ تمساح عارف بيت الشيخ قال فخرج الشيخ والله الكلام ده كله مكتوب في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني طبعة بيروت كتاب تلقاه ظهري وفي نصه في خطا حمر انا قريته من الكتاب ده قام جاب قال فقال الشيخ فامر الشيخ الحداد بقلع جميع اسنانه التمساح جاء بيت الشيخ عرف البيت كيف عليهم ربه تعرف الناس زي المجارب فتح الباب قال له فامر التمساح الحداد بقلع جميع اسنانه قال له قلع اسنان التمساح ده قال فقلع جميع اسنانه تمساح واقف شوف التمساح ده بليد كيف درويش ذاته تمساح عليك تخيل شال اللجنه خد افتح خشمك يا تمساح لا في بنج لا في النور بتاع الدكاتره ذاك تر تر كسر لي اسنانه شت عشان البيت تجي مارقه ما تكس لها حاجه بعدين قال ثم امره بلفظها قال لا طروشه قال فخرجت حيه مدهوشه والله قاتل كذا قال البيت خرجت حيه مدهوشه مرقت قالت انا كنت وين كنت وين كنت في مبدا ما كنت في بطن التمساح يعني كنت وين انت ما عارفه كنت وين جوا ما لاقتك مصارين وحاجات وتمساحك اللي زول تاني بلقوه اذا قال فخرجت حيه مدهوشه انا ضحكني باقي القصه قال فاخذ العهد على التمساح أن لا يعود يخطف إنسانا وهو حي قال لا تمساح أنا في البلد دي تاني شوف لك رزق برا البلد دي تاني ما في بشر شوف لك حاجة تاني جاسبة قال فرجع التمساح إلى البحر ده ضحكني أمشي قراب تلقاه كده قال فرجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل في صوفي تاني يبقى صوفي وزول بكى التمساح بكاو انت ما بكيك مش باري كويس تمساح بكاو تمساح في تمساح في تماسيح دي شغلتها كلها حاره ده ما لقيت انا بسكويت اسمه التمساح كلها يا موسى التمساح يا تمساح بتاع الدلاله داك برضه داك بديك 2 مليون بشيلها منك يا تمساح كله كبريتة التمساح ما لقيت تمساح ده حاجه كده بارده
كلها شغلت أنا وده بكة ومزاح. أنا ببقى لك معاه يا أخي وبتكلم واحد مع الطير اسمه موسى بن يعقوب سكسكت له وسكسك له وفي النهاية قال دير زوجاني وفقت بينهما والدبركوا بدعا شوشة زعلانين صالحتهم. ده في كتاب اسمه الطبقات برضو تاع محمد والضيف الله. فالتصوف ده شيء عبارة عن ضلال وانحراف ده غير الكفريات الفيه. والله تنادي الشيخ بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم في الليل الهادي بنادي سيادي وزول قام ليل هادي ما ينادي الله في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي قوماك يا علي للقدر علي مرب القوم شيخنا الجعلي الخلف الأربعة أثنوا عليه صديق وعمر عثمان وعلي ده اللي قال أثنوا على الجعلي. تعرفون من وين الجعلي؟ خلف أربعة أثنوا على الجعلي يا ناس ده كله لخبطة ده غير تمشي راحة شيء أمشي للشيخ بحوط لنا الرائحة. والله يقول في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالصوفية دل عليه ضلال. جماعة أخرى ونختم بها لأنه الأذان جاء جماعة صار السنة المحمدية مش تقول خلاص خلينا الصوفية معناه ايوه خلاص بنجيكم ونحن منو. والله انتم ما ظنكم انصار سنة يا توفيون وذا تتقسمت. نحن ما انصار سنة نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما في شيء ثاني. وابقى حر. انا والله اتعجب من زول شاب يجي برلوم يبقى انصار سنة تقول لي ابقى حر يزعل منك. خلاص ابقى حزبي يا دار ترتاح ابقى حزبي وبترتاح انت يا اخي. الله يقول في القرآن ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقولك يا اخي ما لكن احنا الناس ديل انتوا شباب فيت يا زاي. شيخ ربيع كيف يا اخي ربيع ده اكبر من الهواري عبد الرحمن حامد محمد مصطفى خاي عبد اللطيف محمد ابراهيم البلا كامل عمر البلال اسماعيل عثمان الماحي كشة عمر عز الدين عمر كشة كمال الدين الزنادي كلهم اكبر منهم. قال لك انصار السنة تديرها السرورية. رايك شو شيخ مقبل في فتاوى في اسئلة كندا قال الهدية فيه نزغة صوفية. رايك شنو الهدية عديل قال فيه نزغة صوفية. رايك شنو. لا يقول لك والله إذا ما عالم قال الكلام ده كله يؤخذ من قولي ويرد. أيوة كله يؤخذ من قولي ويرد لكن ده من اليؤخذ ده ما من اليرد لأنه ده بدليل الهدية. بيقول والله أنا بحب البرعي يا أبا في أسماء في حياتي واسي خش اليوتيوب أكتب العنوان الهدية يقول بأنه يحب البرعي. بيقول والله أنا بحب البرعي. تاني رأيك شو تقول لي يا أخي الجبراوي بيقول بنتعاون مع الصوفية دل من بدري وبيوتات 22 بيت من العلفون أو من غيره مضوم بان من خيار الصوفية. إسماعيل عثمان بموت الجيل بيمشي بعزي فيهم صوفية بيمشي مع الكباشي بيأكلوا سوا أمور واضحة مع ذاك إمام الحرم. ونحن من الأوز قاعد في الحرم قاعد في مبدة قاعد في أي محل تلخبط بنديك طوالي. والله الذي لا إله غيره انت قايل عندك شنو ما خايفين من اي شيء تعرف في شنو. اقول لك لا لا يا اخي الطريقه دي شغله دي صعبه ونحن ما عارفيننا في النهايه دارين في الناس تبقى احرار. محمد مصطفى لليله بيتكلم في الصحابه لليله بيتكلم في الصحابه ويسبهم وزينا هاي كنا ذا نمرق لكن الشغله دي شكلها. طيب الناس تركز في الكلام ده لأنه كثير من الناس يعتبروا كلامنا ده طعن وكلامنا ده كذا وكذا وكلام شباب ساي. أنا منديك الكلام والوثائق بتاعته وانت بعد ده لو دار تتحزب في النهاية ما عندنا شيء. والله لا عندنا حزب ولا عندنا ناس بندعو لهم ولا عندنا كذا وكذا. دارين تبقى حر أبقى مسلم مستقيم حر بس وما تضيع معنا. في واحد سألني قال لي في واحد شيوعي بيجي بيتكلم هنا وكذا اسمه محمود ولا منو يا اخ ما تسمع عليه وده يا اخ وشيوعي ده تسمع عليه شنو وده سي بقول شنو قال الله ولا بقول قال يا توفي ده بقول ذاته.
قال بيجيب فلسفة وقال ابن تيمية وكذا وكذا. أي زول بيقول لك قال ابن تيمية وقال وقال قال ابن تيمية، أي أدي كتابين بس لابن تيمية، أدي مجمل الاعتقاد وأدي مفصل الاعتقاد اللي هو الجزء الثالث والرابع من الفتاوى. تاني كان جانا قال عن ابن تيمية قابلناه. شفت الكتابين ديل؟ أي طريقة ولا جماعة منحرفة تقراين ديل يا مسكوا الدرب صح يا كرهوه مرة واحدة، تاني ما بيجوا بيقولوا قال ابن تيمية، بس أدي الاثنين ديل بس، مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد، الجزء الثالث والرابع من فتاوى ابن تيمية، الموضوع انتهى. وده ما تسمع له ما بجوز. محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون شنو دينكم. زول عقيدته صحيحة بديك الكلام بوثائقه بأدلة من الكتاب والسنة وعلى المنهج القويم، وما بيدعوك لجماعة ولا حزب ولا طائفة، دار لك الحق ودار لك الخير. أسمع له أسمع له، زول بتاع حزب وجماعة وطائفة مجرد ما قام كذي تابع لحزب طوال يشيل نعلاتك وابقى مارق بس ولا تضيع زمانك معه. قولك واحد برضو سأل دورة علمية بتاعت أنصار السنة، يا زول ما تمشي نادي عندها هوس، يقول لك يا أخي نحن ما دعني نتعلم راقد العلم، تعال بس انت لا نجيكم يعني انتو تعلم منك. أنا ما قلت لك تعال لينا، لكن في إخواننا عندهم علم مش لهم، دار قرآن في خلاوة موجودة سلفية نقية ما فيها نقطة حزبية، نحسبهم الله وحسيبه أمشي أحفظ فيها، ما فيها اثنين تعال اتصل بود النار ده بوصفه لك أمش مجاني أمشي أحفظ فيها. تاني في شنو؟ لا دارين المتون راقدة بدرسوا فيها يدلوك كلها موجودة، لا دارين كلام علماء، علماء قاعدين تسجيلاتهم موجودة، محمد أمان الجامي والشيخ الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز كلها تسجيلاتهم موجودة، وابن عثيمين والشيخ أحمد النجمي، علماء كبار تسجيلاتهم موجودة من الأصول الثلاثة لحد آخر كتاب يدرسوك له، موجودة الكتب واضحة ولا بضيعوا زمنك زي ديلك وقسمها لك وتمشي هناك وتجي ما قسم ذات وكان قسمها ما بتفهمش، يقول لك كذا وكذا ما بديك الكلام الطرق كذي ما في قليل وملخبطة ذاته. أنصار السنة ديل ما أخذنا عليهم كثيرة جدا وطوام كثيرة، حزبية واضحة. واحد أنا أقول لك بالترتيب وانت أسمعها وركز فيها، زول بيقول بحب البرعي الهدية، الله قال في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، عاند الله ورسوله خالف أمره وعاند، وده بحبه رأيك شنو ده موقفك منه شنو؟ واحد. اثنين المشي للصوفية وتكريم الصوفية زي مرشد الطريقة السمانية إسماعيل عثمان وجماعته مركز العام، ويمشوا لهم للسماني يمشوا للكباشية في محلهم يمشوا لهم، ويجي السماني يكرموه في توزيع المصاحف دي نقطة، ويموت بتاع طابت يمشوا له يعزوه، أمورهم دي مع الصوفية وضحت بقت واضحة شغلتهم واضحة ده اللي بجنبه. هناك مطر يقول نحن مشاكلنا مع الصوفية بسيطة نقعد في الوطن حلها خلافاتنا، صوفية ما بيرضوا في أنصار السنة وأنصار السنة ما بيرضوا في الصوفية إلى آخره، وما بيرضوا في الأخوان المسلمين أنصار السنة وأخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة. أنت داير جواباك أكثر من كده شنو؟ داير ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أكثر من كده داير شنو؟ داير شنو؟ ده زول بقع في الصحابة، ده أصل من أصول المنهج، أقرأ العقيدة الواسطية خلي الشباب المرضيت كلامه بيناقشوا الشبهة يفندوها مرضيت كلامه خليه، كلام العلماء الشيخ الفوزان مرضيت خليه، كلام ابن عثيمين في تعليقاته على الواسطية مرضيت خليه، كلام الشيخ سليمان الرحيلي ده كله رد على محمد مصطفى مرضيت خليه، عبيد الجابري محمد ابن هادي كله ده الماء كلام محمد ابن هادي كله مرضيت خليه. الواسطية ذاتها مش افتحها بتاعت ابن تيمية، افتحها شوف منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلفيين، منهج أهل الحق فيما شجر بين الصحابة شنو؟ رسول قال صلى الله عليه وسلم وده في كتاب الكبائر للذهبي
قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ديل الصحابة رضوان الله عليهم تكلموا في الصحابة وخلينه يقول لك الزول لا أخطأ. شباب يتكلموا في شيوخهم بالحق، داك يتكلم في الصحابة بالباطل، أخطأ ساي. وأخطأ دي ما بقولها في الملأ، محمد مصطفى أخطأ أرجى الراجل فيهم ما قدر يقولها، أمشي أطلع تسجيل وأنشر الرد على محمد مصطفى. تقدر هواري؟ بتقدر؟ تقدر هواري؟ بتقدر؟ وحلبي قاعد يرجف يا أخي، حلبي بس صلبس أربع رقعات بعدها الشغلة تلخبطت، قبل المغرب قبل العشاء وبعد العشاء تلخبطت طوالي. حلبي الزول قصير ده بيرجف منه ليه؟ بين حلبي بيرجف منه اللي دار علاقة معاه. أنا إحنا دي شفتها أصله بنرجف منه، نردم كذي لما قلبه يقيف ولم لا وزين، والله الذي لا إله غيره نردم كذي. شفتها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جماعات كلها خائفة منه يا أخي، جماعات تنتسب إلى السنة يطعنوا في الصحابة ما عندهم غيره، تتكلم في شيوخ بالحق تقول الهواري يثني على محمد حسين يعقوب، والعلماء بدعوا محمد حسين يعقوب كأحمد النجم، يزعلوا هسيدي حلوها كيف؟ الهواري أثنى ولا ما أثنى؟ أثنى. أيوة دا العلماء بدعوه ولا ما بدعوه محمد حسين يعقوب؟ بدعوه. طيب ده لسه مصير بيثني عليه، انت رايك شنو؟ نحن اذا تكلمنا عن زولك بشيء انت بتعترف انه فعله وقالوا تزعل؟ وناسك زولك يتكلم في الصحابة وانت تلتمس له الاعذار، ويرد على الوزير محمد مصطفى، يرد على الوزير وقاعدين معاه، يقول مش يقول انا المركز العام، انا في المركز العام، انا المركز العام ذاته، وقاعدين معاه يتناقض قدامهم. محمد مصطفى يتناقض قدامهم لإصلاح ديل المبنى، يدعاون معاهم لأنه بيدعاونوا مع أهل البدع كالسرورية، والمركز العام هو معاهم وديل مش بيدعاونوا مع أهل البدع، ديل أهل البدع ذاتهم ذاتهم معاهم جمعية إحياء التراث وغيره. فأنصار السنة دي تلخبطت والله الذي لا إله غيره لخبطة يا أخي. محمد الأمين إسماعيل يثني على كتاب الظلال لسيد قطب، دارين نازل وضوح أكثر من كذا شنو؟ دارين وضوح أكثر من الكلام ده شنو؟ ويجيبوا مداح يمدح محمد الأمين قاعد، وعبد الحي يوسف قاعد، ومحمد الأمين قاعد، أمورهم واضحة قاعدين سوا. وبلاوي يا أخي يتكلم في المنبر عن الحاكم محمد الأمين وقاعد لسه في الجماعة نائب الرئيس، وبلاوي ثقيلة جدا والكلام يطول، والكلام يعني في هذا الجانب يتوسع، ونحن عملنا فيه محاضرات وما زلنا نبشرك نعمل فيه المحاضرات إن شاء الله، وما بنسكت منه والنازل عشان الشباب المساكين دخلوا معاهم في النهاية لو فيه خير بيبقى في تنازع لما نفيق دربهم وبشوف في عينه اللي يبقى زول يا هو تراه ما زول منتهي براه مصر، لكن براك بعينك بيشوف دكاترة ذيل، براك بعينك بيشوف، لأنه الله قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فإنت لا تبقى صوفي لا أنصار سنة لا حزب تحرير ولا شيوعي ولا علماني، ولا تبقى بجاي مع ناس الجزولي ولا تكفيريين، ولا تبقى مع التكفيريين ولا مع السرورية ولا مع غيره، أبقى مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وخليك حر. جيت الجامعة دي ولا غيرها من الجامعات وقدرت تطبق الشرع في نفسك وتبتعد من المعاصي والذنوب، أقرب كان في طريقة في الجامعة ما فيها اختلاط، ما في طريقة وتليت وانت مصر في النهاية اتق الله ما استطعت، أبعيد ما تتونس مع البيت وكذا. قالت لك أشرح لي يقول لا أمشي دكتورة ذاته، ما تشرح يقول لا أمشي دكتور، ده كمان برضو يلخبطها معاه، أمشي دكتورة بس تشرح لك أمورك واضحة وخلاص، شوك دربك وخليك حر اقرا قرايتك، تعال الأول يا أخو ولا الثاني ويتخرج وشوك دربك بس، ما تبقى مع أي جماعة ولا أي حزب ولا أي طائفة. ونحن والله نصحناك لله تعالى، نريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ونريد تبصير الأمة، لعل الله يجعل الخير. أكتفي بهذا القدر، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.